اليوم بنتكلم عن واحد من أغرب الأماكن بالعالم، ويومياً توصلني رسائل ومطالبات أني أتكلم عن هالمكان. بئر أسطوري موجود في اليمن، تكلم عنه أهل العلم قديماً وقالوا أن نهاية العالم احتمال تكون من هالمكان، وطلعت وايد إشاعات وقصص عنه. اليوم بنتكلم عن بئر برهوت. شنو هو هالبئر وشنو حقيقته وين مكانه بالضبط؟ تبي تعرفون كل هذا؟ يلا. برهوت موجود في اليمن، وتحديدا في حضرموت محافظة المهرة، وهو بئر مو عادي، واتساع الفجوة مالته أكثر من 100 متر مربع، وعمقه أكثر من 250 متر، لكن ما في تأكيدات بهالشيء، لأن ما في أي أحد ليومنا هذا وصل لقاع البئر، وإذا طلينا فيه وحاولنا نشوف شنو اكو داخله، ما راح نقدر نشوف أي شيء، إلا بحالة واحدة، إن تكون أشعة الشمس متعامدة مع فتحة البئر، بهالحالة نقدر نشوف شنو اكو داخل، ويقولون إن أكثر شيء راح تشوفونه حوالينا هو الحمام الأبيض، ثعابين او حياية كبيرة ونادرة ما راح تشوفونها الا بهالمكان. هذا اللي يقولونه، ويقولون بعض المؤرخين والمواطنين اللي عايشين قريب منه ان هالبير موجود قبل التاريخ او قبل الميلاد، وان الاشاعات والاقاويل اللي تنقال عنه احتمال تكون صحيحة واحتمال تكون غير صحيحة، يعني بعضها يكون صح وبعضها مجرد خرافات. لكن الغريب انه في وايد منها انذكر بالاحاديث وتم التحذير من هالبئر. خلونا ناخذ مثال. قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن بئر برهوت ان هالبئر فيها أرواح الكفار والمنافقين، وقال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت في حضرموت، فيه بئر ماؤها أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار. وذكر الأصمعي عن رجل حضرمي قال: إننا نجد من ناحية برهوت رائحة منتنة فظيعة، فيأتينا الخبر أن عظيما من عظماء الكفار مات. وذكرها الإمام الشافعي في مذهبه وقال: إن الماء المكروه ثمانية أنواع: المشمس وشديد الحرارة شديد البرودة، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط، وماء برهوت، وماء أرض بابل، وماء بئر ذروان. عرفنا الحين شنو نقال عن البئر قديما. تعالوا الحين خل أقول لكم بعض القصص اللي نقالت عن هالمكان. في شخص قال إن بات ليلة في وادي برهوت، فقال إني أنا طول الليل كنت أسمع كلمة يا دومة يا دومة يا دومة. فيقول إني رحت وسألت أهل العلم شنو معنات هالكلمة اللي كنت أسمعها طول الليل، شنو معنات يا دومة؟ فقالوا له إن اسم الملك الموكل بأرواح الكفار اسمه دومة، فما يندرى كانوا يتعذبون داخل، الله أعلم. وفي قصة تقول إن كانت في مرة ترعى الأغنام يم بئر برهوت، وكان معاها ولدها الرضيع، فيقولك حطت ولدها الرضيع يم البئر وراحت تشوف أغنامها، لكن لما رجعت مرة ثانية عشان تاخذ الولد اختفى وما لقت له أي أثر. ومن القصص المشهورة اللي انقالت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان إن القدماء من سكان هالمنطقة كانوا يجيبون الماي من البئر بسبب قلة المياه عندهم، وكانوا ينزلون واحد منهم عن طريق حبل يربطونه فيه من هني من منطقة الوسط وينزلونه داخل البئر، فاللي كانوا ينزلونه ياخذ الماي ويردون يسحبونه مرة ثانية ويطلعونه. لكن يقول لك في مرة من المرات نزلوا واحد، وبعد ما نزلوه ما سمعوا منه إلا كلمة واحدة بس، كان يصرخ طول الوقت ويقول طلعوني، فبسرعة سحبوا الحبل وطلعوه. لكن لما طلعوه لقوا إنه ما بقى منه غير الجزء العلوي بس، والجزء السفلي ماله كان مقطوع بالكامل، يعني طلع الريال نص مو كامل. ويقال ان طعم الماي مال بئر برهوت حالي مثل السكر بالرغم من الريحة النتنة اللي تطلع منه. والله انا ما جربت طعمه، اذا في احد مجرب قولوا لنا. في شخص اسمه غسان مقبولي، صراحة حاولت اعرف منه هالانسان هذا، لكن كل اللي لقيته انه هو واحد من بعثة تلفزيونية يمنية راحوا يسوون تغطية عن بئر برهوت. فقال غسان ان المفاجأة الحقيقية واللي مستحيل اصدقها لولا اني شفتها بعيني ان احنا رحنا بالوقت اللي كانت الشمس متعامدة مع فتحة البئر، وقدرت اشوف قاع البئر، وكانت الخضرة تحاول
يعوط الماي من كل مكان، وكنا نسمع صوت الماي واضح وصافي بدون تشويش، لدرجة يقول ان قمت اسأل نفسي هذا اللي قاعد اشوفه صدق حلم؟ المنطقة كلها صحراء، شلون داخل البير هذا كل هالخضرة وكل هالماي والصوت اللي قاعد يطلع كنا صوت شلال؟ حسيت نفسي انا كني قاعد احلم. هذا كلام غسان واللي شافه، والصراحة ما استبعد ان احنا نشوف هالشيء. وفي رواية ثانية تقول ان في وايد ناس كانوا يسمعون صوت انين وناس قاعدة تتعذب من داخل البير. شنو قصتهم؟ شنو سالفتهم؟ ليش هالصوت قاعد يطلع من البير؟ ليش هم قاعدين يتعذبون؟ للحين ما حد يدري. الحين بعد ما سمعنا كل هالقصص اكيد في حق هالقصص هذه، حتى لو نقول انها تخيلات، حتى لو نقول ان الناس قاعدة تتوهم هالاشياء، او اذا قلنا الناس قاعدة تألف عن هالمكان هالكلام هذا، فاكيد ان هالمكان هذا له جذور تاريخية، في اشياء صايرة من قبل او في كلام وايد قديم قال عنه خلها الناس تتوهم او تألف او فعلا تشوف هالاشياء هذه. زين شنو صار بهالمكان؟ وليش بئر برهوت صار مكان شرير بهالطريقه؟ فاحنا الحين خلينا نسمي الاشياء اللي بقول لكم اياها خرافات، والخرافه مو شرط تكون كذب، في خرافات للحين ما ندري اذا هي صجيه ولا لا. مثلا التنين، التنين يعتبر خرافه، في ناس تصدق بوجوده وتؤمن بوجوده وتقول انه كان موجود بيوم من الايام، وفي ناس ما تصدق ان التنين كان موجود. فالخرافات قابله ان احنا نصدقها وقابله ان احنا ننفيها، وانتم كيفكم. فمن الخرافات اللي قالت عن بئر برهوت واللي راح تسمعونها اذا رحتوا هناك من وايد ناس ساكنين حوالين هالمنطقه، ان هالبئر حفرها ملوك الجن علشان يسجنون فيها اللي خالفهم ويعصي اوامرهم. والناس بررت الكلام هذا بان البئر دائما مظلم، حاله حال السجون، ومن الغازات والريحه العفنه اللي كانت تطلع من قاع البئر. فيقول لك علشان كذي احنا مصدقين ان هالمكان هذا يعتبر سجن حق الجن. اما الخرافه الثانيه تقول ان احد ملوك الدوله الحميريه القديمه استعان بالجن علشان يحفرون له البئر. زين ليش استعان فيهم علشان يحفرون له البئر؟ انا اقول لكم، يقول لك ان الملك هذا كان عنده وايد كنوز، وكان يبي الجن يحفرون له الحفره هذه علشان يخش فيها كنوزه. ولما مات هالملك استوطن اتباعه من الجن قاع البئر، وعلشان كذي سموه بئر برهوت، لان معنى برهوت باللغه الحميريه القديمه وهو ارض الجن او مدينه الجن. وحديثا وبوقتنا هذا وايد ناس حاولوا انهم يكتشفون هالبئر، وابرز هالمحاولات هذه محاوله قاموا فيها اشخاص من شركه اسمها شركه خط الصحراء. ربطوا واحد من موظفين الشركه بحبل ونزلوه داخل البئر، وكان معاه كاميرا علشان يصور عمليه النزول، وكان يعني يبي يصور اي شيء بيشوفه داخل يبي يصوره. فيقول لك تمت عمليه النزول تدريجيا لغايه ما وصل العمق اللي هو فيه 100 متر، وعقب ما وصل 100 متر صاحبنا خلاص قام يصرخ طلعوني طلعوني طلعوني، فسحبوه بسرعه وطلعوه. ادري 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 الحين عبالكم بقول ان لقوا نص اللي تحت مقطوع واللي فوق بروحه وقاعد يتحرك وعيونه طالعه برا. لا لا ما راح اقول كذي، حلاوه. فلما طلعوا هالريال هذا اسالوه قالوا له ايش فيك قمت تصارخ؟ شنو اللي خوفك لهالدرجه وقمت تصارخ؟ احنا قاعدين ننزلك وما كان في شيء صاير يعني. كان يقول لهم لما انا طالعت فوق بشوف انا ايش كثر صرت بعيد، لاحظت ان فتحه البئر قاعده تتسكر علي، فخفت وقمت اصارخ ابيكم تطلعوني. كان يقولوا له اوكي خلاص الحين طلعناك، عطنا الكاميرا خلينا نشوف شنو صورنا. وكان الشيء الغريب الثاني اللي صار لهم في هالرحله، لما شغلوا الكاميرا وبالرغم انهم راحوا بوقت كان المكان منور وكانت الشمس داخله فتحه البئر، لقوا ان كل اللي صوروه عبارة عن ظلمة بظلمة، ما كان في شيء بالتصوير غير الظلام. فعلا شيء غريب يعني، تخيل ان انت داش مكان ومعاك ليت وقاعد تصور، يعني المفروض كل شيء يطلع واضح. لكن الاخ لما انطلع شيكوا على كاميرته ما لقوا فيها ولا شيء. سواء صدقنا او ما صدقنا هذه القصص، لازم نعرف ان الكون هذا فيه اشياء غريبة مستحيل ان العقل يستوعبها، وان في اماكن صارت فيها اشياء واحداث مرعبة وغريبة وما حد ممكن انه يصدقها اكثر من اللي صار في بئر برهوت. وكافي ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هالمكان، هذا أكبر دليل إن هالمكان غريب وفي شيء. ولغاية اليوم وايد في أفراد وشركات ومستكشفين يحاولون يعرفون سر هالمكان، وقاعدين يوصلون ليه عنده ويطلعون بدون أي إجابة. ووايد أسئلة تخلي بئر برهوت من أغرب الأماكن في العالم. وأنا الحين بسألكم، أنتوا شايفين بئر برهوت غريب ولا مو غريب؟ ولهنا وصلنا حق نهاية هالفيديو، أتمنى أن أعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسون بلايك ودزوا الفيديو حق كل اللي تعرفونهم، وإذا عندكم أي شيء بخصوص هالموضوع وخصوصا أهل اليمن، إذا عندكم شيء تبوا تضيفونه وتأكدون عليه كتبوا لنا يا تحت في التعليقات، وإذا عندكم أي موضوع ثاني تبوني أتكلم عنه هم كتبوا لي يا تحت في التعليقات، ولا تنسون تطلون على المصادر عشان تعرفون على الموضوع أكثر. كان معاكم أخوكم فارس عاشور، يعطيكم الصحة والعافية، مع السلامة.